الأم المغربية مع أولادها يوم الحد. النوع الأول، وليداتي صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح النور ماما، قولي لي كيف صبحتي؟ الحمد لله بنتي سلمى. مهم وليداتي، راني فقت في الصباح ووجدت الفطور وصبنت الحوايج وجمعت الدار وما بغيتش نفيقكم حتى تفيقوا في خاطركم. ولكن كنا فيقتينا ماما نعاونوك، احشو ما ديري داكشي بوحدك. ماما، علاش ما فيقتيناش نعاونوك وضربتي تمر بوحدك؟ ماشي مشكله وليداتي، راني عارفاكم سيمانه كامله كتقاو مع 8 وكتمشيو للمدرسه وما بغيتش اليوم الحد نفيقكم، قلت نخليكم حتى تفيقوا في راحتكم. صافي ميرسي بزاف ماما، انا غادي نرجع نعس واحد شويه. حتى انا ماما غادي نعس واحد شويه وغادي نفيق. يلا وليداتي حتى تفيقوا في خاطركم، انا غادي نمشي نكمل الشغل ديال الدار، وملي تفيقوا غادي تلقاوني حاطه لكم الفطور في الكوزينه. صافي يلا انا مشيت. النوع الثاني، تبارك الله سلام بك. السبعة ديال الصباح انتوما باقيين مجبدين ليا. لا تبارك الله عليكم، الله تبارك الله عليكم. وانتوما نوضوا تقعدوا هاد الطحوشة، نوضوا الله يعطيكم العذاب، نوضوا تقعدوا. وانتي مالكي مفيق على الصباح مالكي؟ واليوم الحد كلشي كيصبح ناعس. هي كتغوت عليا ياك، ما بغيتش نمشي نزيدك شي كاس اخر. سيري جيبيها وصدي هاد الشرجم وخليني نعس. هي الاولى ولدي، انا دابا غادي ندي هاد الكواش، غادي نديهم دابا ونجيب لك كاس اخر وتنعس بخاطرك. انا دابا جاي. يا مشات تجيب لي كاسه، شتي هي المقمله؟ انا قلت لماما تمشي تجيب لي كاسه، مشات تجيب لي كاسه وغادي تغطيني وغادي نعس، ونتي تقولي لي شي حاجه تتبقى تغوت عليك، حيتاش انا عزيز على ماما. ايوا وجد راسك، غبشات تجيب لك واحد الكاسه غادي تسخن لك بها عظامك مزيان. وهاني واجد، انا غادي تغطيني ماما وغادي نعس، وانتي غادا تنوضي تجمع الدار. ياه هاي جات. هاني جيت ولدي، ما تعطلتش ياك؟ لا، ولكن فين هي الكاشه؟ الكاشه هاي الكاشه، نوض امك تقعد. نو شحفتيني الله يعطيك العدل. نوض قعد دابا تمشي تعمر لي البوطه ولا نعاود امك شخط لها العصا اخرى. صافي واخا راني غادي. وانتي نوضي تقعدي نجفو الدار وغسلي دوك المواعد ويلا نطلعو دوك الزرابين نشتفو عليهم ولا نجي نشتف على امك. وقوليها ماما بعدا غير بالادب، ملي خدامه عندك. دابا حتى انت ما عجبكش هاد الادب، بغيتي الادب الاخر. فين هي ديك الصنداله؟ لا صافي الا داك الادب، انا دابا غادا نوض. صافي مشاو مزيان، ديما نبقى نفيقهم مع 8، كل حد نبقى نفيقهم مع 8، والله لا بقى شي واحد مزنطك. اجي شحال الساعه دابا؟ شوف شنو دابا الساعه؟ انا كنصحاب ليا 8، ماشي مشكل، فحال الساعه بحال 8، الله يرزقها الصحه والسلامه. مزيان ملي فاقوا اصلا مع 6، هاد المره نفيقهم مع 5 ونقول لهم 6، ديما نقدر لهم بحال هكا.